فاز محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بلقب أفضل لاعب في نادي روما الإيطالية عن الموسم المنتهي. وذكر الموقع الرسمي لنادي العاصمة الإيطالية أن الدولي المصري حصل على 97% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء الذي تم طرحه منذ 5 أيام لاختيار اللاعب الأفضل بالموسم، متفوقا على فيدريكو فازيو صاحب 2% ودانييلي دي روسي الذي حصل على 1% من المشاركين. أما صلاح فقدم أفضل مواسمه منذ بدء مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، حيث سجل 15 هدفا في النسخة الأخيرة من الكالاتشيو. يذكر أن صلاح بات قريبا من الانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أخبر إدارة روما برغبته في الرحيل.